السلام عليكم، معكم كريم بالعربي صحفي رياضي. فوالا بعد ما تلاقينا في محطات سابقة، اليوم راح نتلاقاو على تلفزيون لينا، هذا المشروع الإعلامي الجديد اللي راح يكون إضافة للمشهد الإعلامي في الجزائر. الشيء اللي حفزني على الالتحاق بهذه القناة هو المشروع الطموح لجعلها رقم واحد في الجزائر، وأنا بحد ذاتي أحب هذا النوع من التحديات. أما عن البرنامج اللي حنتلاقاو فيه إن شاء الله، هو برنامج ناس البالون، برنامج رياضي ترفيهي راح يكون فيه العديد من المفاجآت، لأنه بكل بساطة برنامج مختلف عن البرامج الرياضية اللي تعودتوا عليها في السنوات الأخيرة. هذا نقول لكم استنونا في ناس البالون على تلفزيون لينا.